لسه نستكمل معاكم باقي فقرتنا واخبارنا. وصلنا معاكم لفقرتنا اون فاير نيوز. نبتدي معاكم باول اخبارنا الخاصه بالقلعه الحمراء. النادي الاهلي ونال علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي اشاده من البرتغالي ريكاردو سوارتش المدير الفني لفريقه عقب نجاحه في الحفاظ على نظافه طبعا شباكه للمباراه السابعه الموسم ده. اثنى سواريز على مستوى الحارس وحضوره الرائع كمان في اغلب مباريات الاهلي الاخيره، وواصل علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي ان هو يحافظ على نظافه شباكه بعد ما قاد الاهلي للفوز على مصر للمقاصه في المباراه اللي جمعتهم مساء الاحد في اطار منافسات دور 16 من مسابقه كاس مصر. تعد مباراه مصر المقاصه هي السابعه طبعا لعلي لطفي اللي بيشارك فيها وبيتالق حارس مرمى النادي الاهلي الموسم ده، ونجح في ان هو يحافظ على نظافه شباكه خلالها وما تلقاش اي اهداف، وحقق الأهلي الفوز في 6 لقاءات وتعادل في لقاء واحد بس. فطبعا يعني دي من أفضل الأخبار اللي ممكن اللاعب يشعر بيها، تديله ثقة في نفسه. كنا لسه بنتكلم مع بعض على الفكرة بتاعت حراس المرمى داخل النادي الاهلي. محمد الشناوي طبعا بيحجز مكانه اساسي، لكن علي لطفي مصطفى شوبير ممكن يكونوا مش بيشاركوا بشكل اساسي، ولكن لما يكونوا بيشاركوا والجمهور يشيد بيهم ومجلس الاداره والجهاز الفني طبعا على راس كل الامور، طبعا ده بيدي اللاعب ثقه بنفسه علشان لما ينزل في اي مباراه او مباراه يعني كل فتره طويله يكون عنده معنويات مرتفعه ويكون عنده ثقه في نفسه، وطبعا ده بينعكس على ادائه داخل الملعب. ايضا من باقي اخبار النادي الاهلي، ولكن من الاخبار الجيده كمان بالنسبه لي انا شخصيا، هو اقتراب عوده عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الاهلي ونجم منتخبنا الاولمبي اللي يعني ما كانش عنده حظ جيد بعد تالقه مع المنتخب الاولمبي ان هو يستكمل مسيره النجاح مع منتخبنا الاول مع النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان عمار كان اصيب في ركبته طبعا جراح لاجراها في الرباط الصليبي وقتا كان مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه اللي حصل فيها النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه. عمار بقى له فتره مصاب، ولكن من الجيد ان هو استجاب سريعا يعني العمليه الاستشفائيه من اصابه الرباط الصليبي، وبعدها طبعا لازم ما يكونش في تعجل بعوده اللاعب، ولكن دلوقتي الدكتور احمد ابو عبله بيبدا ان هو يعمل بعض الاجراءات او التدريبات الاستشفائيه للاعب عشان يعود مره ثانيه الى التدريبات الجماعيه ويحدد بعدها موعد عوده عمار للمشاركه كمان في المباريات الرسميه. كل دي من الاخبار الجيده، لان النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه اصابات كثيره جدا لعدد من اللاعبين، كلهم كان من الممكن ان يضيفوا الكثير والكثير للنادي الاهلي. وانا من الناس او من المتابعين لعمار حمدي وقتا كان لاعبا في نادي النصر كمان، بيعجبني جدا اللاعب اللي عنده حلول زي اكرم توفيق كده، ان هو لاعب بيجيد في اكتر من مركز. عمار نفس القصه مع منتخبنا الاولمبي، شارك في المركز الظهير الايمن ووسط الملعب، اللاعب اللي بيبقى عنده تحركات سواء دفاعيه او هجوميه، نفس الحال مع النادي الاهلي، فهو لاعب جوكر بمعنى اصح، وعنده كمان الكثير من المهارات اللي هيقدمها ان شاء الله لكره القدم المصريه بشكل خاص وللنادي الاهلي ايضا في الفتره القادمه. ان شاء الله يعود سريعا للملاعب ونقول له الحمد لله على السلامه في القريب العاجل. باهر المحمدي من اللعيبه اللي كانت ردت اسمها من فترات طويله جدا ان هو ينضم للنادي الاهلي، ولكن بعد اصابته يمكن تكون الامور يعني هديت شويه. عوده مره ثانيه للنادي الاهلي ان هو ابتدى يتحرك تجاه اللاعب، عشان كده اتحرك مسؤول النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب مره ثانيه علشان يتعاقدوا مع باهر المحمدي، واحد من ابرز لاعبي الدوري المصري الممتاز، ده يكون فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه. منح البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الموافقه، توافق خلاص على ان هم يتعاقدوا مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي خلال الموسم الجديد، وفتح المارد الاحمر بالفعل خطوط اتصالات جديده مع الدراويش عشان يتفاوضوا حول اتمام التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الدراويش مع بدايه الموسم الحالي. انه باهر لاعب من اللعيبه المتالقين دائما، ويمكن يكون دايما الاصابه بتاثر على نفسيه اي لاعب وعلى مستواه، بعد كتير قوي عن الملاعب داخل النادي الاسماعيلي، علشان كده اخذ وقت ان هو يرجع ويستعيد مستواه مره ثانيه. اعتقد انه يعني التعاقد مع قطب من قطبي الكره المصريه ممكن يضيف لباهر المحمدي كتير جدا، ويعلي طبعا ايضا من طموحاته من مستواه اذا فعلا انضم للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طبعا دي كانت اخبار النادي الاهلي ويعني الخاصه ببعض اللاعبين اللي اجادوا زي علي لطفي او حتى عمار حمدي اللي اقتربت عودته من المشاركه مع التدريبات الجماعيه او دخول بعض اللاعبين في صفقات مع النادي الاهلي. كل هذه الامور كانت اخبار النادي الاهلي.